طبعا النهاردة يعني لا حديث يعلو فوق مباراة السوبر الإفريقي لكرة القدم بين الأهلي والزمالك، والزمالك والأهلي بالتأكيد يوم الجمعة المقبلة، وأيضا مباراة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام تاوباتي البرازيلي. خلاص احنا يعني قلبنا مقسوم نصين في اليوم ده. طبعا يمكن مباراة تاوباتي البرازيلي أهميتها زي ما قلت لحضراتكم، لو بدأنا بكرة اليد يعني مباراة تاوباتي البرازيلي أهميتها في إنك تكسب فرق سكور. ليه؟ لأن أنت عارف إن أوريدي يعني طبعا ما فيش حاجة، هو الواقع بيقول كده، لكن وارد إن خلال البطولة يحصل حاجة تانية خالص، وإن شاء الله إن شاء الله الزمالك قادر على ده، لكن هو الواقع بيقول إنه هيبقى ماجدبورج برشلونة فاز بريم المجري، دول التلاتة دول أكيد في ربع النهائي، في نص النهائي بعتذر، والمفروض إنه هياخدوا أحسن تاني. طيب أحسن تاني، هل فرص الزمالك سهلة في موضوع أحسن تاني؟ لا، فرص الزمالك هي الأصعب. ليه؟ لأنه الخليج السعودي أمامه فريق أمريكي أسهل بكتير من تاوباتي البرازيلي، فريق النادي الأهلي أمامه سيدني الأسترالي وهو الأقل في البطولة بالأكمل والأقل في التصنيف الثالث، ولكن الزمالك مع تاوباتي البرازيلي، تاوباتي البرازيلي احنا عارفين ان احنا طبعا الزمالك في التصنيف الثاني، تاوباتي البرازيلي في التصنيف الثالث، ولكن يعني أقوى فريق في التصنيف الثالث. طيب يعني ايه تاخد أحسن تاني؟ تذكرة كده للمشاهدين، أكيد طبعا مشاهدينا عارفين يعني ايه تاخد أحسن تاني، اللي هو هيكسب الفرقة اللي في التصنيف الثالث بفارق سكور اكتر من الفرقتين التانيين، يكون هو احسن واحد كسب فرقه التصنيف الثالث بسكور كبير. طيب ده الواقع اللي انا بحكيه مع حضراتكم، ده الواقع اللي هو بالورقه والقلم كده، هو ده اللي هيحصل خلال البطوله يعني. اما عن ايه اللي بيحصل وقت المباراه، لا وارد ان يحصل حاجات كتير، وارد ان يحصل حاجات كتير، وارد كل الواقع اللي أنا بتكلم فيه ده يختلف، وارد الزمالك ينزل يكسب تاوباتسي البرازيلي فرق أهداف أكتر من الفرقتين التانيين اللي هم الأهلي المصري والخليج السعودي، يكسبوا الفرق اللي معاهم، ممكن الزمالك يكسب فرق أكبر، فارق الأهداف يكون أكبر وبالتالي يكون هو أحسن تاني، لكن إحنا هنا بنتكلم عن الواقع، ولكن الواقع ليس دائما هو فقط الذي يتحقق، لا وارد ان يحصل حاجات تانية مختلفة عن الواقع يعني. وان شاء الله ان شاء الله لما بتتكلم عن كوماندوز اليد انت بتتكلم عن الناس اللي بجد طول عمرهم بيتحدوا الصعاب، طول عمرهم معليين سقف طموحات جماهيرهم، طول عمرهم مفرحين جماهيرهم، فوارد جدا جدا انه خلال مباراة تاوباتي البرازيلي ومباراتهم يوم الحد الجاي أمام فازبرم المجري يكون في الكلام كلام، يكون الموضوع مختلف. إن شاء الله كل الدعم، كل الدعم لكوماندوز اليد، إن شاء الله يقدروا يعملوا يعني مستوى محترم ومشرف يليق بيهم كفريق ويليق بنادي الزمالك العظيم. الحالة حلوة، الحالة حلوة في ما بين الفرقة، الحالة كويس، الصفوف مكتملة، الدنيا كويسة، الزمالك على اعتاب انه بيخلص في محترف واتنين، مين فيهم هيلحق ما اقدرش طبعا اصرح بأي حاجة، مين فيهم هيلحق البطولة الافريقية، مين فيهم بعتذر هيلحق كأس العالم الأندية، مين فيهم هيكون متواجد في كاس العالم الأندية، ولكن بنسبة كبيرة إن شاء الله يكون محترف واحتمال اتنين في البطولة الإفريقية، لكن المحترف الأولاني هيلحق كاس العالم للأندية أم لا، ده هنشوفه خلال الأيام المقبلة بإذن الله. طيب ده يمكن كل ما يخص كرة اليد، ناس بتستعد بشكل كبير، إن شاء الله بكرة هيكونوا متواجدين في فندق الإقامة بجانب صالة العاصمة الإدارية اللي هتقام عليها فعاليات البطولة.
إن شاء الله هيتوجهوا بكرة إلى فندق الإقامة. كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم مليء بالإنجازات على كرة اليد والصالات وكرة القدم إن شاء الله.